حاجة كنشكركم على التواضع جيتو باش تحضروا في هاد لابون بروميير ديال يوقع في مراكش يبقى في مراكش ولا يوقع في مراكش يبقى في مراكش. دونك ما نقدرش نجي شي حاجة أكثر من هذه. معكم كريم دوليازال ممثل مغربي 20 عام في الميدان. دونك لعب واحد لوغول ديال المافيا. أنا اللي كنديريجي فاتي جمالي وأحلام حجي في هذا الفيلم. ومش أول مرة اللي غادي نخدم مع سعيد خلاف. لعبت سعيد خلاف خدمت معاه في بزاف ديال المسلسلات. وهذا كتعرفوا نتوما سعيد خلاف عنده السهل الممتنع من عنده أعمال اللي شي شوية أوبسي فرفر من كتلقاي أعمال مختلفة على أعمال حتى بالنسبة للمسلسلات. وأنا جيت سعيد باش نخدم معاه لأن سعيد عنده واحد في حبكة الدرامية ولا في حبكة في السيناريو. وكتعرفي بأن سعيد السيناريو كيكتبه هو دونك حتى الفيزيون ديالو هو بالنسبة للإخراج ولا بالنسبة للديريكسيون داكتور اللي هي مهمة اللي كنفتقدوها في الميدان هي لا ديريكسيون داكتور. لأن كتلقاو دابا السوشيال ميديا كتلقى بنادم كيجي من الانستغرام اليوتيوب وهادشي اللي وقع في رمضان الى نتوما خلاص راه متتبعين من هاد المسائل هادي. دونك كنلقاو ما كتكونش لا ديريكسيون داكتور واللي مهم عندنا حنا هو لا ديريكسيون داكتور. ملي كيكون المخرج متمكن بالنسبه للسيناريو وبالنسبه للاخراج كيقدر الممثل يطلع زوين. حيت الممثل مخرج كيقول لك انا بغيت هاد السيكونس ولا بغيت هاد البيرسوناج يكون هكا. دونك الممثل ملي كيرتاح للمخرج كيقدر يعطي كيقدر دي بروبوزي كيقول لك مثلا واش ممكن ندير هادي ولا ممكن. كان بعض المخرجين اللي كيقول لك دير لي داكشي اللي كاين في السيناريو واللي يدير لي انا البيرسوناج اللي قلت لك. سعيد خلاف هذا هو اللي كيعطيك واحد النبذه وكيعطيك واحد التفتح بالنسبه للبيرسوناج ديالك اللي هو تخدمه عن حب ماشي شنو مكتوب في السيناريو ولا شنو مكتوب في الحوار. هذا هو اللي كيعجبني. ماشي اول مره غنخدم معك كما قلت لكم بان سعيد خلاف خدمت معه بزاف ديال الامل وكنرتاح له بالنسبه للخدمه ديالته. ونتمنى ان شاء الله هذا جديد عليا. وي خدمت في هينا الى تفرجوا في هينا بيرسوناج ديال السمسار كانوا عندي جوج ديال المبطبط اللي هو كيكون درويش حنين وهذا شويه كيتبدل الكاركتر ديالو ما كيبقاش حنين من الكاركتر ديالو خص يكون عاوتاني قاصح مع الوالد وهادي وهادي. وخلاص فوق السحاب لعبت مع علي مجبود لعبت مع هشام العسري. مي هذا العام ان شاء الله يكون. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.